قناة الأهلي تقدم الجهاز الفني لحصاد الأسبوع. ده الكوتش اللي بيخطط ويرسم ويختار فرقته صح. الدكتور هيكشف كل الألعاب. وده الموهوب هيتكتك ويسنتر ويشوط. الساحر بيشوف الجول قبل ما يحصل. وده الجان هيحلل الماتش بس بالشياكة. الجلاد هجماته كلها في الجول. وده بقى القاضي معاه كل كروت اللعبة ومفاتيحها. فلو فاتك أي ماتش وعايز تعرف آخر أخبار الدوري اتفرج على المحترف في الدوري المصري. المحترف في الدوري المصري حصاد الأسبوع مع الكابتن هاني رمزي الليلة الساعة 8 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.